السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبات وطالبات الصف السادس الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع حل وشرح كتاب المعاصر 2024، بداية من بيج 43 43. نبدأ بسم الله تعالى. listen and write or false، استمع واكتب صح أو خطأ. عندي هنا ناردين. ناردين is 6 years old، عندها طبعا 6 سنين، لا عندها 12 12، يبقى false. عندي هنا ناردين. ناردين lives with her friends، بتعيش مع أصدقاء، لا بتعيش مع her family، عيلتها، يبقى false. ناردين عندي lives in Luxor، بتعيش في الأقصر، true، صحيح. number 4 there are many historical places in Luxor، هناك الأماكن، هناك الكثير من الأماكن التاريخية في الأقصر، تمام، true، صحيح. بعد كده السؤال number 2 listen and complete، استمع وأكمل. هادير moved to England with her family، يعني هدير انتقلت لإنجلترا مع عائلتها، يبقى number 1 family. number 2 هدير lived in a big house now، بتعيش في طبعا ايه، منزل كبير الآن. سؤال number 3 she misses the space، هي طبعا تفتقد للطعام المصري، بـ Egyptian food. number 4 it's almost، يعني انه معظم وايه، او الجو معظم وايه بيكون، او معظم الوقت it's almost sunny، معظم طبعا الوقت او معظم الطقس يعني معظمه صاني، يبقى نمبر 4 صاني مشمس، all the year، طول العام، in Egypt في مصر. it's almost، يبقى هنا عندي الطقس معظمه بيكون مشمس، all the year، طول العام في مصر، يبقى هنا الصاني. نمبر 1 عندي هنا family، نمبر 2 house، نمبر 3 Egyptian food، الطعام المصري، هنا نمبر 4 صاني، يعني طبعا طقس مشمس طوال العام. بعد كده عندي number 3 read and complete the text with words from the books نقرا ونكمل النص باستخدام الكلمات اللي في الإطار أو الصندوق. side جانب، view منظر، news أخبار، floor الطابق، و apartment شقة. I live with my family، بعيش مع عيلتي. We live in a big، بعيش في an apartment، يعني في شقة كبيرة، يبقى number 1 apartment. it's on the third، إنها في الطابق الثالث، third floor. number 2 floor اللي هو الطابق. بعد كده there are a big park، يوجد أو هناك حديقة أو منتزه كبير، on the other side، في الجانب الآخر، يبقى هنا عندي side number 3 of the street، من الشارع. we have a great، عندنا إيه، كبير، رائع، يعني عندنا view، منظر، from the balcony، من البلكونة. we have a green space in our neighborhood، كما لدينا مساحة خضراء في حينا أو الحي الذي أعيش فيه أو الحي المجاور. we usually go، يعني عادة ما نذهب، and play with our friends there، كعادة ما نذهب ونلعب مع أصدقائنا هناك. التوصيل بيقول لي طبعا read and match A with B. دونيا is in Scotland، في اسكتلندا، with her mom، مع أبوها والدها، طبعا مع، طبعا مين، مع والدها، عذرا، أو مامتها، يبقى with her mom and dad، يبقى دي F. number 2 I like ice cream، بحب الآيس كريم، الإجابة عندي D. it tastes، مذاقه really good، طبعا جيد جدا أو رائع جدا. so number 3 what things do you miss about your country، طبعا ما هي الأشياء اللي أنت بتفتقدها about عن your country، دولتك، الإجابة عندي أو وطنك. so number 4 my favorite breakfast، الإفطار المفضل لدي بيكون طبعا is full مدمس، الإجابة عندي B. so number 5 the weather، الطقس in Egypt، في مصر، الإجابة عندي C. is often sunny، غالبا بيكون مشمس. page 44 44 reorder the words to make correct sentences، على ترتيب الكلمات وكون جمل صحيحة. ده طبعا ده سؤال، أداة استفهام، فعل مساعد، وبقية الجملة عندي how are you thanks، يعني فكتصير with you، معك. how are you thanks with you، how are things، عذرا، with you، يعني كيف تسير الأمور معك. number 2 I have a lot of friends at school، I have، بقية الجملة، a lot of friends at school، يعني أنا لدي الكثير من الأصدقاء طبعا at school، في المدرسة. so number 3 people، الفاعل، like، بيحب، طبعا بيحبوا to do، ان هم يمارسوا sports، رياضة، at the park، في المنتدى او في الحديقة. people like to do sports at the park. so number 4 our apartment، شقتنا، is in the city center، في وسط المدينة. our apartment، هذه الفاعل، verb to be، وبين الجملة in the city center، في وسط المدينة. البنك تويت، الاي كابيتال، وي هنا في الوسط، عشان الجملة خبرية تبدأ بالفاعل. I miss my favorite Egyptian food، انا بتفتقد الى طبعا الايه، الفطار المصري المفضل لدي. بعد كده عندي بيتكلم على ايميل غير رسمي، عن كلمات طبعا هنا to tell her about the new city، طبعا هنا
العنوان هيكون ذا نيو سيتي اي، اليو تحول الى اي، نحول الضمائر يبقى ذا نيو سيتي، الموضوع بعد كلمه اباوت، سبجكت ذا نيو سيتي اي موفد تو، يعني الشقه او المدينه الجديده التي انتقلت اليها. ذا نيو سيتي طبعا اي موفد تو. العنوان عندي هنا طبعا اسمك رقيه، يبقى هنا هيبقى رقيه، عنوان رقيه هنا او رنا هيبقى تو، الى طبعا الى مين؟ الى المرسل اليه. الراسل هنا عندي رقية، ندور على الإيميل رقية، رقية at gmail.com، ده طبعا فروم من الراسل، هنا عندي رقية والمرسل إليه عندي رنا، يبقى هنكتب العنوان بتاع رقية، هنكتبه عند مين؟ فروم، رقية at gmail.com انكتب عندي كلمة فروم، ورنا at yahoo.com انكتب عندي تو المرسل إليها. subject الموضوع the new city، المدينة الجديدة، I moved to اللي أنا انتقلت إليها، بديني فود طعام، بارك حديقة أو منتزه، friends اصدقاء، apartment شقه. دي guiding elements عناصر استرشاديه او عناصر مساعده عشان تساعدك في كتابه الايه؟ البريد الالكتروني. يبقى نبدا الاول نكتب عندي هنا رقيه at gmail.com، طبعا دي من الراسل مين؟ رقيه، المرسل اليه مين؟ رنا، يبقى رنا at yahoo دوت كوم. الموضوع ذا نيو سيتي اي موفد تو، هاي رنا يعني رنا، واكتب جملة افتتاحية، هقول طبعا هاو ار يو يعني كيف حالك، اي ليف ان كايرو بعيش في القاهرة، وكمان نقول كمان اي ليف ان ان ابارتمنت بعيش في شقة، اتس ا نايس بليس انه مكان لطيف، وي هاف ا لوت اوف باركس لدينا كثير من الحدائق او المنتزهات، اور ابارتمنت شقتنا از ان ذا سيتي سنتر في وسط المدينة، It's in the third floor، إنها في الطابق الثالث. Egyptian food، الطعام المصري. It's good، رائع وجيد. Cairo is really interesting، يعني القاهرة بتكون حقا رائعة. People use the parks، أو الناس بتستخدم الحدائق. A lot of، طبعا تاني كمان people use the parks. A lot of sports، كمان الكثير من الرياضات. And كمان meeting friends، يبقى الناس بتستخدم الحدائق لكمان الإيه؟ لي عندي هنا lot of sports لممارسة الرياضة، وكمان عندي meeting friends كمان لمقابلة الأصدقاء. I have a lot of new friends، أنا لدي الكثير من الأصدقاء الجدد. At school في المدرسة. Yours رقية، طبعا المخلصة رقية. يبقى again مرة تانية how are you؟ I live in Cairo بعيش في القاهرة. I live in apartment بعيش في شقة. It's a nice place، مكان لطيف. We have a lot of parks، لدينا الكثير من الحدائق. Our apartment is طبعا is in the city center، في منتصف المدينة وسط المدينة. it's in the third floor، إنها طبعا في الطابق الثالث. Egyptian food، الطابق المصري. it got Cairo is really interesting، رائع جدا. people use the park، استخدم الحدائق. طبعا a lot of أو a lot يعني بتستخدمها كثيرا. for sports لممارسة الرياضة أو للرياضة. and كمان meeting friends ولمقابلة الأصدقاء. I have a lot of new friends at school، أنا لدي الكثير من الأصدقاء الجدد في المدرسة. yours رقية، طبعا المخلصة رقية. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يا رب الفيديو ينال على عجبكم، وشكرا على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.